الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة، ولكن أكبر في المملكة ياسر فالكبة إندايا لتطوى أكون السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بن دهشاه ابن المرحوم سلطان حجي أحمد شاه المستعين بالله. وكذلك أكبر في المملكة ياسر فالكبة إندايا قرمة لأكون تنكو حجة عزيزة أمينة مجنونة إسكندرية بنت المرحوم المتوكل على الله سلطان إسكندر الحجي. اللهم احفظ علماءه وزهراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمسلمين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليا امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العلم والايمان، وامن وامان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداءك اعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واقتل من قتل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والذنوب والجذام ومن سيء الأخطار يا أرحم الراحمين. يا الله، dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha mendengar, engkaulah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hambamu yang lemah merayu kepadamu agar engkau angkat dan hidangkan segala wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiarmu dengan sempurna. Hanya kepadamu tuh ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang beristiqamah mendirikan salat secara berjemaah. Sesungguhnya hanya kepada-Mu dua ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi. أعدكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله أكبر.